الثاني اليوم من برنامج هنا تونس، نفتح الملف الأمني والجدل اللي رافق العملية الإرهابية الأخيرة. دعوات اليوم لإحداث وكالة وطنية للاستعلامات، هل أنه اليوم فما خلل على مستوى المنظومة الأمنية ممكن يترك ثغرات للعناصر الإرهابية؟ هل من حلول أمنية واستعلاماتية ضرورية اليوم لمجابهة الظاهرة الإرهابية؟ نحكي بأكثر تفاصيل حول هذا الملف وهذا الموضوع مع ضيف أكيد برشا منكم يحبوه، برشا منكم يكونوا له احترام كبير، العميد خليفة الشيباني ناطق رسمي سابق باسم وزارة الداخلية. سي خليفة مرحبا بك. مرحبا بكم مسامعي ديوان فهم، وأنا بالنسبة لديوان فهم باعتبار أني مولود في ولاية صفاقس وعندي ذكريات باهية توجه المسامعيها في كافة ربوع البلاد ولصفاقس بصفة خاصة، سمالي أنها عندها قيمة خاصة عندي في حياتي. من خليفة الشيباني كيفاش نقدموه؟ نشط سياسي؟ لا. قيادي أمني؟ لا، لحد الآن أنا عندي برشا خيارات في حياتي مازلت ما وضحتهاش، تروب طبيعة المشهد مازال ماهوش واضح ولكن أمنيا ما عادش عندي حتى علاقة وظيفية بوزارة الداخلية التي كنت أحد رجالاتها. هذا هو معنى، ولكن كل الخيارات مفتوحة. حاليا لا تتبع بشكل رسمي وزارة الداخلية؟ لا ما عادش. استقلت وظيفيا؟ لا لا، أنا خرجت على التقاعد. واضح خليفة الشيباني. معناها وكاليش في التحليل هذا أنا مش نعطي قراءة أمنية حسب خبرتي اللي موجودة عندي أنا، معناها هي تلزمني أنا شخصيا. وإحنا سعداء جدا بحضورك واستضافتك خليفة الشيباني، كما أيضا سعداء جدا بحضور واستضافة زميلنا الصحفي بجريدة الشعب اللي رافقنا الامتداد حصة اليوم في التحليل والنقاش زميلنا طارق السعيدي. مرحبا بك من جديد طارق. وبيك عايشك. مرحبا. أنا برشا ما نحكيه مع العميد. أي برشا. خليفة الشيباني، عملية إرهابية بعض يرى وأنها غير مفاجئة باعتبار تعفن المناخ السياسي العام، باعتبار أيضا الجدل والإشكاليات اللي رافقت وزارة الداخلية في الأشهر الأخيرة. في قراءة أولية اليوم وإحنا تقريبا بعد 48 ساعة من العملية، ربما هيك الجانب الإنساني العاطفي الانفعالي نجم نكون قد تجاوزناه، كيفاش نجم نقيم هذه العملية اليوم؟ هل هي فعلا عملية فاشلة؟ هو ساعة مبدئيا خل تنجيه للعملية وخصوصيتها، خلنا نقوله أن العملية هذه ساعة احنا كتوانسة الكل يلزم رسائل التخويف، لأن في كل عملية إرهابية يحبوا لوبانيك يصير. احنا رزمو أنه ما صارتش ضحايا سقطوا، هذا ديجا إيجابي، ولكن زاد الإيجابي لا يمنعنا من التقييم. هذه الحاجة الأولى باش نقولوا البانيك وكل التخويف والترهيب اللي هي أحد رسائل الإرهاب. التوانسة الكل أنا في اعتقادي الحاجة الأولانية اللي تقاوم بها الإرهاب بعد المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية هي الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية كنا بدأوا متوحدين الكلنا ضد آفة الإرهاب، حتى كان عندنا نقص في التجهيزات ولا أمور أخرى نجموا نتجاوزوها. أما إذا كان تبدأ ثم خطر، أنا في اعتقادي ما نش موحدين في الإرهاب، 90% موحدين، ولكن ثم ناس أخرى. أنت وقت تجي تشوف بعد العمليات الإرهابية بما فيها العملية هذه، ثم من يعتبروا الإرهابية شهيد، وكما في عمليات أخرين يعتبر شهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية هم طاغوت، وهذا ما نلقاه في التواصل الاجتماعي، منش أنا جبتها لك هذه. نرجع للعملية هذه، العملية هذه فيها خصوصيات. احنا قبل صارت عمليات إرهابية وما حتى حد راه يقول اليوم في العالم ولا في أي دولة أنه هو بمنأى على العمليات الإرهابية. الخصوصية متاع العملية اللي صارت هذه الأخرانية اللي هي أنا في اعتقادي أنا اللي قلت مصطلح بدائية، مش فاش بدائية في المرحلة الأخرى، وبتون تبين لك شنية المرحلة، خاطر زادة في المرحلة الأولى لا هي عملية إرهابية، وما زادة ما بسطوهاش بالطريقة هذه، هي ما جاتش من ولاية المهدية، جات للافيني في نهار التلالة. هناك من استقطب، هناك من أقنع، هناك من دبر، هناك من أوصل، هناك من أخفى، وهناك من رصد معه. هذوما أنا ديما نعطي في قراءتي. لا ونجم يكون فما شكون نزل على البوتون، لأنه فما بعض القراءات اليوم تقولك مش هي اللي فجرت نفسها، فما شكون فجر. خويا محمد، عقلية المؤامرة ولا الثقافة في تونس، احنا خلينا نحلوا تو الأمور هذية. كيما جينا في فترة من الفترات في 2013 قالوا لنا الإرهاب فزاعة عاملوا بوليس بن علي. أنا ما نحبش نطيح في الحكاية هذه، لأن اليوم في تونس ولات الكل تحارب الكل وكلها فيها عقلية المؤامرة. أنت كان جيت تقابل أنت واحد في قهوة يلقاوك ريت موسي محمد من لقيته يشرب في قهوة، شوفك المعلوم. عقلية المؤامرة وهالربط الذي لا يربط ما تجيش الحكاية. خلينا نفسروا عملية إرهابية. الإرهاب له صناعة حتى حد، والإرهاب موجود في كل بلاصة في العالم، وخلينا ما نخرجوش على السياق اللي نقراو القراءة الصحيحة للعملية ونطوروا رواحنا خير من نطيحوا في الحوارات الأخرى الجانبية. خاطر أنا بعد النهارين التوالى لقيت ناس تقصف في بعضها من كل بلاصة، وتسجيل هالنقاط والحاجة بالله أطلبها من كافة التوانسة الكل بكل مكاناتها والطبقات الكل مثق فيها بسياسية، بربي تسجيل النقاط والتوظيف والتشكيك في العمليات الإرهابية
الارهاب راهو مش فكره باش نتناقشوا فيها، الارهاب راهو معطى يستهدف زاد حكومات، راه ما يستهدفش حكومات. الخطا اليوم في تونس الارهاب يستهدف الدوله التونسيه، يستهدف مكونات الدوله التونسيه، ماهوش انت تجي تقول له الارهاب هذايا مثلا راهو تمشي لا لا مشروعه هو يحب، وكي نقولوا راهو يحب ينقض على الدوله التونسيه، المستهدف مش الحكومات في الارهاب في العالم الكل، هذايا الكل لازمنا نمط المجتمع يرحم والديك. مشروع اخر يحب يفرضه بالسيف يتناقض تماما مع الدوله التونسيه بغض النظر مع الحكومه التي تحكم فيها، هذا هو، هو عنده اقصاء على كل شيء وعنده احتكار للدين والربي وللديمقراطيه وللدوله واللي تعبنت. معناها خلينا نخليه الحكايه هذه على القليله موحدين فيها، معناها هذه حكايه الربط وتزامنت مع مساءله الوزير، هالربط لا لا هذه عمليه ارهابيه تمت، خلينا نقراوها ونبعدوا على المشاعر وعلى الشعارات وعلى رد الفعل، ونقول هكا سي محمد رد الفعل خاطر هذا القانون تاع حمايه الارهابيين هون نحطوه في الرف، وكي تصير عمليه نجبدوه، وان شاء الله المره هذه تكون جبده الاخر مودي ما يتجبد. احنا رانا زاده باش نقول لهنا، وحتى كي تبدا انت في وزاره عندك واجب التحفظ، راهي التوانسه الكل في التالي باش تولي مواطنين، وحتى هو في الخدمه راه مواطن، احنا مع حمايه المواطن، مع حمايه الصحافي، مع حمايه الاعلام، لكن زاده يا خويا خذوا هالبرنامج نحيوا منه الزجر، نحيوا منه القوانين اللي تعملوها، القانون البالي نتاع عدد اربعه، راهم اليوم ما عادش يعطي دفع للعباد باش تخدم وتقدم ما هو مطلوب منه. اليوم تجي تحكي لي تعكير صفو الامن العام مازال نخدموا بيه سي محمد، دي الامن العام يتجبد من الغواتيمالا، شو هو الامن العام هذا؟ اعطيونا يا خويا ماذا نفعل؟ وتجي تقول لي التدرج، التدرج زاد طبقوه لنا واعطونا شكون يكونوا معانا زاد. انت اليوم تجي تقول له سي محمد التدرج في استعمال العام، اي التدرج ساعه وفر له وسائل التدرج. اللي هي ما كتجي تقول له الماء سخون والماء البارد والماء كذا، وفر له الماء هذا وجيب له زاد شكون موجود معاه باش يشوف، خاطر التطبيق نتاع سي محمد اليوم نتاع العمليه المشهد يبدا ثم الاحداث تتراكم في لحظه معينه. انت تخرج باش تعمل مداهمه سي محمد في بالك على ثم زوز في الدار يطلعوا لك 3000 بعد ما المؤمنين مسكرين عليه، اثبات انه التدرج هذا احترمت فيه انت كامني القانون ام لم تحترم، من يثبته؟ واعطيه يا خويا الوسائل هذه، خاطر اليوم زاد العباد يهبط في عمليه هو يخطئ ويصيب، وزاد ماهوش فوق راسه ريشه يطبق عليه القانون، اما زاد احميه بقانون سميه انت ما شئت، نحي منه الفصول التي تتخالف مع الحريات وحقوق الانسان، ولو انها الدول الكل تعاني هالمعادله الصعبه بين ضمان الحريات وحقوق الانسان وبين تحقيق الامن سيرتو في تجارب نتاع انتقال ديمقراطي. خليفه الشيباني الناطق الرسمي السابق باسم وزاره الداخليه، اكيد القراءات تعددت والتاويلات ايضا اختلفت في علاقه بهذه العمليه الإرهابية اللي وصفتها أنت بالبدائية. اليوم ربما فما سؤال يطرح نفسه، البنية هذه الإرهابية لأول مرة يتم استعمال امرأة تنفذ عملية بمثل هذا هذه الطريقة، فما خلل استعلاماتي استخباراتي اليوم يخلينا نطرح تساؤلات وربما نفكر في تجنب وقوع مثل هكذا حوادث البنية هذية كانت في سيدي علوان في المهدية، شو مجايبها لتونس، كيفاش تحصلت على العبوة هذية، كيفاش نجحت في تنفيذ العملية، شنو اللي خلاها تدمغ، شنو اللي خلاها تطور وتاخذ منحة إرهاب اليوم، أسئلة مشروعة ولا صحيح. القراءة الأولى هو أخوي محمد احنا ماذا بينا زاد بعد العمليات هذية ولات عندنا نوع من ردة الفعل كلنا كتوانسة، جي عملية نحللوها وبعد نمشي، اليوم في حاجة إلى أن احنا هالاستراتيجيات اللي نعملوا فيها نهبطوها على الارض ونبداو نطبقوا. عملنا سيمينارات ياسر عم نحكي على الدوله التونسيه الكل، راني انا لسادي فواحد يزي خلينا نبداو نطبقوا معنا، تو نحكيو على مشروع ثقافي ولا ونحكيو على خطاب ديني بديل، ريتوش خطاب ديني بديل انتم؟ ريتوش مشروع ثقافي؟ ريتوش في التربيه كذا؟ قاعدة ديما المقاربه الامني، بقينا في الكولك نسبه لكولوك ونجيو بعد نمشي. اعطينا يا خويا هالاستراتيجيه مبسطه وخلينا نبداو نخدموا فيها. لا نرجعوا للعمليه هذه، هي خويا محمد الحكايه نتاع ان العنصر النسائي صار قبل في شباو، نحكيه وقت في شباو ماي مراو تم التفاوض معه في عمليه شباو، موجود العنصر النسائي موجود، العنصر النسائي موجود، لكن وين هذه الفراده نتاعها العمليه دي؟ انها مراو حدها تقوم به، هذه الخصوصيه وين صار اكوردو. انا ساعه خل نرجع على الرسائل اللي في العمليه، انا قلت بدائيه مش بدائيه والحمد لله في المراحل الاخيره، معني خاطر اللي جو تو انا في اعتقادي في التجربه البسيطه اللي عندي، حزام ناسف كانت فجر غادي الفتشات نتاع المسرح ونتاع البالمريو طرح، هي ما عادش تلقاها في العمليات السابقه. احنا ثم صور اللي ضربنا عليهم حاملين احزب ناس ارهابيين ما نجموش نهبطوه نظرا للفظاعه نتاعها، معناتها كي تشوف هالجسد نتاعها الكل كامل الساعه، انا فرضيت الحزام الناس استبعدوها مثلا، ما نتصورش انها موجوده، معناها كي صارت انا في اعتقادي ديما راهو الناس اللي متعهده بالابحاث هي اللي باش توصل للحل، ما ثماش حزام ناس في الاخير والحمد لله، لانه لو كانت فجر معناها كانت تكون الامور كارثيه، يعني لو كانت حامله لحزام ناسف لا. كان الشارع كله يتفوق، لا تمشي كلها على ممكن عشرات الضحايا بيصير على 200 300 متر، حزام ناسف مش لعبه في العالم كلنا نعرفوها ومعروفه، هي ساعه ما تلقاهاش، هي ما تلقاهاش، هي تلقاها اجزاء اشلام يعني
حزام الناس مش لعبة من. ولكن الحمد لله أنا صار كذا. لكن ديما رانا إحنا يلزمنا نقيم ونستخلص العبرة من العملية هذه. هي لأنها أنت تقول لي جات لتونس لا عاد إحنا سي محمد عندنا شكون اللي فقت صباح لقيته في الرقة معني فقت صباح لقيته في الموصل معني مش يجي من المهدية لتونس معني. لأن هنا يلزم تطرح أنت هل أن وسائلنا إحنا وسيرتو اليوم طريقة الاستقطاب قاعدة تطير إلكترونيا اليوم ثم الجهاد الإلكتروني خطر تاريخيا هي الظاهرة السلفية التكفيرية في تونس كيفاش ظهر ما هي في ظل ضعف الدولة تم الاستيلاء على المساجد وإن شاء الله نكونوا تول كل استرجعنا السيطرة عليه وتم الخيمات الدعوية اللي كانت تنصب كان الاستقطاب يتم في زوز بلايس هذو بعد تعافي المؤسسة الأمنية بداية من 2013 و2014 وإحنا جايين وتضييق الخناق في المساجد وين ولا الاستقطاب بنسبة 90 ولا 93% أصبح يتم في الفضاء الافتراض والاستقطاب مش كان راهو للإرهاب ولا ما يسمى لهذا الجهاد الإلكتروني حتى في المخدرات وحتى في الحرقة معنى ولا فضاء يتم فيه حتى للجريمة المنظمة الاستقطاب يتم عن طريقة هذه أحنا وسائلنا وإمكانياتنا قاعدة تقاوم في الظهر لكن في اعتقادي حتى في المنظومة في التعاطي الأمني ما قبل الحادثة هذه وما بعدها مش باش يكون كيف كيف على مستوى الإجراءات الأمنية في اعتقادي أنا في تجربتي الأمنية أنه باش يتم اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية هذا مش معناه قبل راهي مش متخذة لكن زاد أنت ساعات رب ضارة النافع أنت تطور في روحك على ضوء الواقع معنا خاطر الواقع ساعات هو اللي طور في تونس في مقاومتها الإرهاب 2013 ماهيش 2018 حتى الجزائر اللي بحذا ماهيش في البداية لأنه أنت النظري شيء والتطبيق شيء أنت تتعلم من الواقع رغم الآلام متاع الواقع روسا رغم الواحد لكن أنت قاعد تتعلم من الحكاية دي. طارق السعيدي الصحفي بجريدة الشعب اليوم خليفة شيباني يقول لك العملية هذه ربما مش تخلينا في منعطف جديد في علاقة بمكافحة الإرهاب والظاهرة الإرهابية بشكل عام. حكينا برشا على الإرهاب حديثنا كان دائما مناسباتي خاصة في وسائل الإعلام تصير عملية إرهابية تتلمد وتتنصب البلاتوات نحكي نهار نهارين ثلاثة وبعد نتجاوزوا المسألة لنقاو أنفسنا مجددا إذا عملية إرهابية جديدة. اليوم شنو المطلوب حتى نحطوا موضوع الإرهاب والحرب على الإرهاب على سكة صحيحة على رأس أولويات وطنية يزي من السيمينار يزي من الاستراتيجيات إجا نمشوا للتطبيق والتفعيل. اليوم يقول لك خليفة الشيبان التفعيل في اعتقادي يعني المقاومة ظاهرة الإرهاب يلزمها متعدد الأبعاد ومتعدد الجوانب. هذا ما ينفيش انه راهو مبدئيا وفي الوضع الحالي ونظرا اللي مع شاتو تونس من 2011 الى 2014-2015 وهشاشة الدولة وضعفها انه قلب العملية متاع مقاومة الارهاب هي المؤسسة الامنية العسكرية والعسكرية طبعا. ف الاخر الواش لان هذه ردة فعل متاعها انية الان هنا الأخرى برامج الأخرى برامج تجفيف المنابع برامج ثقافات بديلة هذا تستوجب إصلاحات عميقة تاع رؤية سياسية. اليوم نرجع المشكلة تونس الأولى أنه ما عناش تصور سياسي شامل للمجتمع الكل عنا تصور الحكم عنا تصور كيفاش نربح انتخابات وعنا مرجعيات لم تراجع إلى حد اللحظة كما شنو؟ مثلا حركة النهضة ما زالت لم تراجع خطابها ما كتبه مؤلفوها وروادها ما علاقة النهضة بالإرهاب طارق سعيد نحكي لك اليوم هاوف شنو العلاقة أنه الأحزاب الدينية ما فصلتش روحها فصل نهائي على الجهاد على الحركات الجهادية التكفيرية ولكن النهضة اليوم تقدم نفسها كإسلام ديمقراطي كحزب وطني مدني ورعش ترغنوشي في الكلمة الأخيرة اللي ألقاها في افتتاح الندوة السنوية لإطارات الحركة في الحمامات قال من 95 عملنا مراجعات وقطعنا مع العمل السر الكلام هذا هل هو مطبق على أرض الواقع أم لا هذه المشكلة عندك شكوك عندي شكوك عندي شكوك انطلاقا من معناها الاتهامات هذا مش نجي فيها انا من عندي راه اتهامات سياسيين في بعض احزاب سياسيه تتهمها يعني عندها جهاز سري. اليوم اش حبيت نقول انا لا اتهم حركه النهضه لا انها تزود الارهابيين ولا عندها علاقه بها نحب نقول انه على حركه النهضه ان تدعو قواعدها
الى الفصل النهائي. اليوم وقت اللي تجي تمجد قيادات حركه النهضه، تمجد تركيا وتمجد حركه الاخوان المسلمين بصفه او باخرى، فهي رسائل تلتقفها العباد من عندنا شكون في السلطه. الارهاب يلقى شكون يشبه له كحزب سياسي ناشط. انا في اعتقادي انه اليوم على الحركات السياسيه المدنيه الديمقراطيه في تونس انها تعرف الفصل النهائي بشكل واضح ووضوح الشمس. منهم احزاب غير حزب النهضه وينشط وعنده ترخيص وكان بالرايات سود في وسط لافيني. الاحزاب هذه هي اللي تمثل المشكل. دونك العمليه السياسيه في تقديري انا، حتى اليوم مثلا مش نعطيك ملاحظه في علاقه ب الوضع انعكاس يعني الانعكاس المجتمعي. ثم احداث تصير في البلاد ونعرف انه تصير تدخلات لحمايه اشخاص مش رفعوا الرايه السوداء، وهذايا نايبه من النواب غبطت تدافع لها شخص باش تخرجوا من المطار قيل عنه انه عنده ارتباطات لانه لاس دي سات يقول لك هذايا اجراء غير دستوري طارق السعيدي، ولانه اليوم عدنا لممارسات تتنافى وحقوق الانسان ومبادئ الثوره التونسيه. عليه من حركه النهضه؟ عليه نايبه من حركه النهضه؟ لانه قياده النهضه ذاق ويلات الاستبداد، ذاق ويلات السجون. اول حاجه باش تبدو واضحين، النهضه ظهرت عام سنه 76، قبلها كان النظام فاشيستي قمعي دموي يزدر في الناس ولم يكونوا لا نهضه لهم يحزنوا ولا علاقه لهم بالحركات الاسلاميه. طيب فما مخاوف اليوم من استغلال الارهاب يعني للانتكاس والنكوص في علاقه بمساله الحريات وحقوق الانسان طارق سعيد. شوف مساله الحريات يضبطها الدستور، ولا احد لا احد في تونس يلزم ويمس بالحريات السياسيه والحريات الفرديه. انما انا مانيش نحكي على الجانب هذاك، نحكي على الرسالة اللي أرسلتها الحركة. صحيح وندافع على موقف في أنها تجي مع حق المواطن ضد إجراءات تعسفية، لكن ما الرسالة اللي بعثتها؟ وقت اللي هو من بعد يهبط تصويرته قد تكون فبرك، لكن إلى حد اللحظة اللي مشاع عند الرأي العام أنه هو كان قريبا جدا من حركة النهضة، وأنه كان ما هو ما هوش مميز في مخه ما بين الفكر الطرح الديني طرح النهضة طرح بصفتها رؤية مجتمعية والفكر الجهادي التكفير. واضح. خليفة الشيباني الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية، اليوم هذه الاتهامات السياسية المتبادلة بين الأحزاب مع كل عملية إرهابية إلا وتصير انتقادات لحركة النهضة، حركة النهضة ترد على أطراف أخرى خاصة من اليسار والجبهة الشعبية، هذا مش بشكل أو بآخر يخدم الإرهابيين؟ لا، هو راه كل حالة احتقان، كل حالة احتقان وكل خلافات معناها تتحول إلى هي اختلافات تتحول إلى خلافات. احنا كيما حكينا حتى وقت التحركات اللي صارت، احنا مع التحركات السلميه الا انك تتحرك راهو في ظرف معين تخدم الطرف الاخر. نورمالمون وقت اللي يصير حدث جلال مقدس كيما هذا تستهدف فيه الدوله التونسيه، والاحزاب وجدت لخدمه الدوله مش الدوله لخدمه الاحزاب والمجتمع. ايضا كلنا نكونوا موحدين، اختلافاتنا نجمدوها من بعد. اما قلت لك باش نبداو هذا يقصف في الاخر والاخر يضرب في هذا، راهي هذه ما يمكن تكون الا في صالح الطرف الاخر. اليوم انا بالنسبه لي اليوم نجيو العمليه هذه خلينا نشوفوها كيفاش باش نرجلوها. الامور الاخرى الحسابات السياسية خلينا نخليوها على شيرمان، لأن تونس فوق الناس الكل، فوق الأحزاب وفوق السياسة وفوق العباد الكل. وديما نعاود راي الإرهاب يستهدف الدولة ولا يستهدف الحكومات. اليوم هو يستهدف نموذج مش باش يحكم بالطريقة اللي موجود فيها. بلي باش نرجع أنا في 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 علاقة بالكود هذا اس دي سات، بلي كيما حكاية اللي فطروا وعملوا أنا تو بالفضاء مازال رمضان قداش مازال له، خلينا نفضوها الحكاية هذه من تو خاطر نعرفها الناس اللي في وزارة الداخلية كان الله في عونهم، مش يرجعوا يلقاوها اللي ولات منها قضية معناها. واليوم في تونس ما هو ثم حاجات من العجب العجاب معناها، اليوم في تونس معناها أنت كان قلت أنا راني يا ودي مسلم وحداثي ومودرن ونحب عروبتي وراني معتز به تولي شبه داعشي معناه. واذا كانت تقول انا حداثي
يقارنوك بيه تولي معناها انت مانيش عارف وهكاك وعبد الشيطان يحمل كلنا توانسه والنجم نجاريو اختلافاتنا هذه في الموجود. نرجع للقانون تاع الفطار بالله من تو يعديو المجلس النواب يقولوا راهي تفتح ولا لا تفتح ولا تغلق خلي الناس ما يلقاوش روحهم خاطر ثم مواضيع تتجبد في وقت وتتسكر في وقت لاهداف شت نعرفوها الاهداف اللي نخدم في الامن عمر كامل اما فت على خاطر تعدينا بها الازمه اللي فاتت احنا رانا لا خرجنا انا تو ما خرج من الوزاره ما خرجناهاش الامر هذاك لقيناه يطبق فيه سي محمد مظالم الوقت هذاك لا لقينا شكون بدلو ولا لقينا شكون غير اليوم ثم مجلس نواب شعب هالكود اس دي 7 يعيط لاي مساءله ولا يقول وزاره الداخليه شنو الاس دي 7 هذا لانه فما ناس يسمعوا فينا الان ما يعرفوش على شنو نحكي هذا معناها رمز تاخذ وزاره الداخليه من ناس في اطار التوقي منهم في امور استعلاماتيه امنيه باش تتم الاستشاره قبل ما يسافروا فيهم وكا وتتخذها الدول الكل كاحتياطات امني تحب تقننها تحب تلغيها الغيها خطر باش من بعد انت تبرئ ساحه وزاره الداخليه خطر ساعات انت راهو في الامور الامنيه ما عنديش واحد واحد يساوي اثنين راهو انا نمشي بمعلومات ساعات يتراءى لي على مستوى المعلومات انه سيد يشكل خطر مش علم راهو ولكن بالتجربه وهذه موجوده في العالم الكل هي تاخذ منه الوزاره تاخذ فيه قرار بالاستشاره قبل ما يسافر داكوردو هذا يا اخوي كي يحبوا ينحيوها عندنا السلطه شكون هي اللي سيطره هذا يتعمل خصيصا لمكافحه الارهاب ولا قديم من وقت بن علي لا هذا موجود من قبل وتواصلته انك ناس كيما ناس تلقى فيهم شبهه نتاع التجاره بالمخدرات زاد تراقبهم ولا تشوف عليهم قبل هذه اجراءات امنيه راهي متعبيه في العالم تحب تنحيها راهي الوزارات ماهيش معنيه يعني موجوده حتى في الدول الديمقراطيه موجوده هكذا اجراءات خليفه الشيباني يشاوروا عليهم كي يخرجوا بينسير وثم تبادل معلومات بينهم وبين الدول الاخرى اقلوا هن يقول لك جايك زيد كيفاش قاعده تتعمل لك انت تو الجروب نتاع المعلومات اللي موجوده في شنغن كلها علاش ما 22 دوله اللي في كل موجودين عند ويتبادلوا هم والاطراف الاخرى مش مسيبه الدنيا انت بعد سيدي يجي واحد هنا عندك عليه معلومات يتسيب ويطلع من العمليه ولا عمل شكون مش وزاره الداخليه مش قاعده تخدم هاو في الحافه الارهابيه هذه الارهابيه المراه هذه اللي تبلغ من العمر 30 سنه أي. وزاره الداخليه تقول انها غير معلومه لدى الاجهزه الامنيه والمعلوماتي هذه اخفاق استخباراتي لا لا بالنسبه لا لنا لا مش اخفاق في بريطانيا قدام المجلس العموم مرتين وعنده سكي لا العمل الامني تخدم على بعد استعلامي انت الناس هذوما هم سذج بالدرجه هذه نوعيه العمليات هذه اللي يقوموا بها ما يسمونها باصحاب الوضعيات الامنيه المريحه اللي هم مش معروفين عند الامن هو مش باش يجيك عند واحد مراقب تراقب فيه ويقول له برا قوم بالعمليه هذه مش محروقين ما همش محروقين هو الاستقطاب صار وانا في اعتقادي المره هذه تم استقطابها على قليله في بدايه في البدايات الكترونيا بعد شكون كذا دخلت ناس اخرى على الخط خطر هي موجوده في الريف بالشكل هذاك معناها ثم شكون تم لكن انت راك في العالم الكل قاعده تصير العمليات وهذاك على صارت في فرنسا صارت فير هما صارت عندهم عمليات افظع منا احنا على ساعات راهي المعادله بين حقوق الانسان هما يا اخي اللي صارت في الباتاكلون وغيره ما يتنسيق بين ارهابيين في جربه في بلجيكا وفي فرنسا ولا ما همش راجعين من رقه ما همش يراقبوا فيهم الامن اما بمفهوم انك ما تراقبوش وما تدخلوش لداره وعنده الخصوصيه كي ما راقبلوش داره في الباتاكلون هنلقى كلاش بعد في موفامبيك ولا وين في بلجيك ما ملقاو سلاح ولا لانه بمفهوم ما تدخلوا كذا انا راني ديما مع محافظه على امن العباد لكن امن الدوله مقدم على كل شيء وإذا كان باش نخدموا بواحد واحد في الأمر راهي ما تجي صحيحة الأمور ديما أنت تخدم على معلومات والاستعلامات ليست علما معناها ماهيش علم ثابت ولكن بنسبة 90% هي موجود هذه تجي تنجم تفوت في لونجلتر قداش صار من اعتداء قدام مجلس العموم بالسكاكين أنت في ظرف جمعتين يمكن مرتين ولا ثلاث ولا بعملية دهس ومن الناس معروفة مفيش عندهم راه لكن يقول لك أنا بالقانون نجمش نوقفه ولكن أنت زادة تراقب حتى في الناس المراقبين تنجم راهو على كا على ألف راي تفل ولكن هذه مش معروفة أمنيا خليفة الشيباني اليوم أما أنا الأوان لإحداث وكالة وطنية للاستعلامات اليوم هذا مطلب برشا يطرحوه أنا أول أنت خليفة الشيباني ولكن اليوم فماش نقاش جدي حول هذا الموضوع أنا أول واحد طلبته أنا الموضوع هذا بعد الحادثة هذه وقبلها وحتى في اجتماعات كنت في الوزارة اليوم الدول راهي كلها تواجه الارهاب انت كي تحكي على امريكا تو ولا قبل ولا بعد كي تحكي على الامن الخارجي نتاع امريكا تحكي على سيا وين ثم معلومه تصب من العالم كله من امريكا تصب غادي كي تحكي على الامن الداخلي تحكي على الاف بي العالم كامل عنده بلاصه يصب فيها المعلومات الكل والبلاصه هذه سميها وكاله الامن القومي سميها وكاله المخابرات تسميه متى المعلومه يلزمها تكون سنتراليزي في بلاصه ثم شكون تابع مجلس النواب ثم شكون تابع رئيس الجمهوريه ثم هذا كلها تشكيل اما اليوم انت تلقى في الاسلاك الامنيه كلها عندها اجهزه تعلم داكوردو التنسيق موجود اما التنسيق كي يبدا من سلك لسلك مش كيما يبدا في بلاصه واحده هذه في اعتقادي وتحكي عليها وترجع تحكي عليها يظهر لي اولويه الاولويات هي اللي موجوده تو الحاجه الاخرى هي الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الارهاب الاستراتيجيه وضعت لكي تطبق واحنا قداش من عملنا كيما تو هاني نحكي لك القطب الامني لمكافحه الارهاب احدث اسكو هو فريمون في الواقع هو لمكافحه الارهاب لا القطب الامني شبه اللي بول نتاع دراساته واختي اللي هو اسمه القطب الامني لمكافحه الارهاب
القطب القضائي صحيح هو قاعد يخدم في خدمة كبيرة ياسر ومتوجه بالتحية للقضاة اللي قاعدين يخدموا فيه خدمة كبيرة ياسر خارقة للعادة معناه مفعل. والقطب الأمني لمكافحة الإرهاب هو قطب أحدث في ظروف معينة ولكن هو نورمال مو يكون لمكافحة الإرهاب ماهوش مفعل معنى على مستوى مكافحة الإرهاب هو تنجم تقول كيما مركز متاع دراسات معنى هذا هو معنى اليوم الساعة بعد 8 سنين صارت ولو هي أنا في اعتقادي سنوات أخرى اليوم أحنا في حاجة إلى إحداث وكالة لتجميع المعلومات الأمنية واستغلالها لأن هذا يسهل مزيد وكالة ضم الجهاز الأمني والعسكري زوز هم في رؤيتهم أنا في اعتقادي تعمل جهاز مخابرات ملمو انا نحكي على مستوى الامن على القليل لانه اليوم ثم اجهزة امنيه في الشرطه وفي الحرس وفي عندنا مصالح مختصه في وزاره الداخليه لا انا نحكي وموجود في الحرس جهاز استعلامات وموجود في الامن زاد ارشاد انا نحكي على التوحيد خاطر كي يبدا موحد يكون الفاعليه اكثر من التنسيق شين الاضافات اللي نجم تحققها هذه الوكاله اليوم هي سرعة في علاقه بمساله الحرب على الارهاب وخاصه الجريمه المنظمه والتهريب اللي هما ما يختلفوش على الارهاب خلف الشباب هو راهو كي باش تعمل وكاله نتاع السلامات مش بالكامل داكورد ومن اولويات الارهاب لكن تجم تخدم حتى على حوايج اخرى لانك انت اليوم قدام عصابات متطوره حتى لازم تخدم عليها بالاستعلامات انت اليوم باش تقاوم المخدرات تقاوم التهريب ما تجيبش تقاومها راهو بالامن العادي ما. لازم تقاومها بالطريقه هذه اليوم زاد ثم استعلام على الميدان الاقتصادي وثم استعلام على الميدان مش كان في الميدان الارهابي دي. تقول لي شنو اليوتيليتي نتاعها اليوتيليتي نتاعها هي سرعه استغلال المعلوم سرعه وصول المعلوم سرعه تحليلها واستغلالها لانه المعلومه زاد ثم توقيت اذا ما تستغلهاش فيه تموت معنى ثم ديريد في نوعيه نتاع معلومات الوقت معناها عنده دور كبير ياسر طارق سعيد يا صحفي بجريده الشعب فما موضوع مش نطرحوه بكل جدية وبكل موضوعية اليوم صحيح تجاوزنا ب 48 ساعة الحادثة الإرهابية لكن اليوم فما جدل مازال قائم في علاقة بالوضع داخل وزارة الداخلية بعد إقالة الوزير لطفي إبراهيم اليوم فما حديث على اختراقات حزبية لوزارة الداخلية على التجاذبات ساهمت بشكل أو بآخر ربما في إرباك العمل الأمني اليوم هل فعلا اليوم فما قصور على الصعيد السياسي في علاقة بالتعاطي مع ملف وزارة الداخلية والملف الأمني تجاه الحرب على الإرهاب وتجاه الظاهرة الإرهابية بشكل واضح اليوم حكومة يوسف الشاهد هل هي ناجعة في هذا الاتجاه أم لا؟ في الحقيقة هي من حسن حظنا نحن كتوانس ومن حسن حظ حكومة يوسف الشاهد إن لم يقع لها اختبارات كبرى في علاقة بالإرهاب الحمد لله يعني لم يقع اختبار وفي أنا كنحب نكون متفائل ونحب نكون متفائل نقول العملية الإرهابية هذه كانت بشكل هذا الفاشل يعني أنها لم تحدث نتائج هو نتيجة لتضييق الخناق الأمني على جحور الإرهابيين يعني فيما عدا ذلك كمش نتحدثوا على الجانب السياسي هذا الجانب السياسي هو جانب مفتوح هو من حقي أنا نوظف كحزب سياسي من حقي نوظف وضع في البلاد طبعا سأرفض الإرهاب أي حزب يرفض الإرهاب من حق والناس اليوم تستغل مثلا في خطاب تاع سيد رئيس الجمهورية مش كون نوظف انه ما كانش واضح والوضوح تاعي مش من حقها توظف اما من حقها من ظفرين مش حكايه نجم يعني توظف معنا يعني نجم مشروع لها كحزب سياسي يسجل في النقاط راهو لان هني قلت لك اليوم ما عندناش احزاب سياسيه عندها تصور مجتمعي كامل دو اجيس كازيت تلقاه ش عنده في شنو في الفلاح شنو في التربيه شنو في التعليم شنو في الثقافه واكبر مشكله هي الثقافه واليوم مكتباتنا العموميه من يراقبها اليوم الكتب المدرسية اللي موجودة شو اسمه الكتب الموجودة في مكاتب المعاهد وفي القصص والروايات شكون يراقب فيها اليوم ظاهرة جديدة ظاهرة التمرد اللي تنشأ عن طريق الظواهر الشبابية المتمردة اللي توصل للشباب عن طريق الانترنت نتاع 12 و13 سنة ولا نستطيع مراقبتها وراهو على فكرة الميوع والتطرف بالنسبة لي أنا وجهاني لعملة صح. واحدة ستكون ردة فعلا الميوع والتطرف في الميوع يعني هك الشواذ وعبدة الشيطان ومش نعرف درا شنو الشواذ في السلوك رو نحكي مش في حاجة أخرى كل سلوك شاذ هو وجه من أوجه ردات الفعل متاع منطقة المجتمع ما يحكمش فيها هذه المشكلة لا انا لا ادعو الى رقابه الدوله علاش انا نحمل في المسؤوليه الاحزاب السياسيه وحزب النهضه ونقول له يا ودي قم مجهود لان تحب ولا تكر علاش حزب النهضه عنده مسؤوليه حزب النهضه مسؤوليته في انه هو اليوم كنقولوا حزب ديني شكون
ذو مرجعية دينية في البلاد. حزب النهضة عليه أن لا بيرسيبسيون الموجودة عند العباد أنه حزب النهضة هو سواديزون من يحتكر المرجعية الدينية، فعليه أن يبذل جهد أكثر في توظيف ما سمعناهاش اليوم حركة النهضة أن نحملها مسؤولية في ضرورة أنها تقوم بالندوات وفي أنها تقوم بالمنتديات الفكرية. علاش النهضة بالفصل اليوم فما رئيس جمهورية منتخب، فما رئيس حكومة من حزب نداء تونس، فما رئيس مجلس نواب شعب من نداء تونس طارق سعيد. أنا كمواطن كي نشوف المشهد السياسي في مسألة شكون يلزم الناس نصدقوا ونسمعوا ونتبع رأوك يقول لي رأو الإرهاب وتفجير النفس ما هو الجهاد، شكون تبع؟ اشتبع حزب يساري، اشتبع حزب اللي مرجعيته دينية. دونك أو أفضل واحد يقنع الشعب التونسي بأنه الجهاد والفكر الجهادي سلفي التكفيري هذايا فكر غلط هو الناس اللي تقول رو عندي مرجعيتي دينية. ما جاوبتنيش على سؤالي طارق سعيدي، هل لهذه العملية الإرهابية والعملية اللي قبلها اللي كانت تحدث عليها حتى في حوار وفي وقت سابق رئيس الجمهورية الباجي قايد سبسي في قناة نسمة لما تحدث على أنه الإقالات اللي تمت في سلك الحرس الوطني، أيضا التغييرات اللي تمت على رأس وزارة الداخلية أربكت العمل الأمني في علاقة بالمسألة الإرهابية؟ طبعا بعد إذنك تفضل تفضل. في تعليقا على السؤال هذا، صحيح انه راهو وزارة الداخلية لابد ان تشهد استقرار، وانه الاستقرار هذا يعني في ضرورة انه اجهزتها تكون مستقرة بخطة معلومة بعيدة على الاستهداف السياسي. عندنا وزارة الداخلية عندنا معها علاقة مباشرة في حاجة نحكي لك كمجتمع مدني وكسياسة في أن نحرص عليها ونراقبها في في حماية الحريات الشخصية والفردية وحريات وحماية الحريات العامة وحق التنظم وحق النشاط، هذا نراقبه أما ندخلوا لهاش في طريقة معالجتها للمسائل وخاصة المسائل الأمنية. بمعنى وزارة داخلية اليوم أجهزة أمنية أصبحت في قلب الأزمة السياسية اليوم في والصراع الدائر بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، لأن اليوم ها وش نقولك ثم دمالة مازلنا ما فقعناهاش، ثم رمانة ما فركناهاش، رمانة الأمن الموازي اليوم مازال ثم شكوك. اليوم دعوات في الفيسبوك رفع اليد على الغرفة السوداء يعني، وهذه محامين راهي ناس مش هيئة الدفاع ومحامين ودنيا تدعو عندها شكوك انه يقول لك اللي حزب حاكم سيطر على حكومة فبارانالوجي انه مش يكون حط يديه على وزارة الداخلية حط يديه على بعض انا نقول فلنفترض حسن النية في حسن في المؤسسة الأمنية ولتعمل تحت رقابتنا. هل أخطأ يوسف الشاهد في قراراته المتعلقة بإقالة وزير الداخلية لطفي إبراهام والتحويرات الأمنية اللي تمت على رأس قيادة أجهزة وزارة الداخلية؟ سؤالي واضح طارق سعيد. في تقديري أخطأ خطأ جسيما، والمعركة ليست معركة أجهزة لا أجهزة أمنية ولا هم يعزنون، يبدو أنه أحس به منافس جدي في منصب رئاسة الحكومة في التحوير الذي كان سيعقده. فابدا وقت لي نتيجة وثيقة كارتاج ابدا يضايق في الخناق على الناس اللي نجم يشوفها تنفس فيه لا اكثر لا اقل. خليفة الشيباني وانت اليوم ترفع عليك واجب التحفظ، واليوم ديما فما كلمة معروف عليك تقول مع المصلحة الوطنية مع مصلحة الدولة، رجل دولة راني من خاف من شيء واسمي الاشياء بمسمياتها. هل لي التحويرات السياسية والقرارات السياسية في علاقة بسلك الحرس الوطني اللي قام بدور كبير في الحرب على الإرهاب، نذكره أنه هو ربما مجال تحركه أكبر برشا من الأمن الوطني باعتبار أنه في الأرياف وفي القرى نقاوم مؤسسة الحرس الوطني موجودة وعمل كبير يقوم به السلك هذايا في مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة. هل لهذا علاقة بذاك؟ هل أنه فما أخطاء سياسية اليوم ساهمت بشكل أو بآخر في اتخاذ قرارات وتمشي ما وصلنا لهذه الوضعية؟ هو الساعة خلنا نحكيه في حاجة، هو أنك زاد أمني تقول واجب التحفظ، لا هو حتى كان ثم مسؤولين هم ليسوا أكفى وأقدر منه. أنا واحد من الناس عامل أستاذية متاع صحافة وقاري علوم سياسية، من نجم نفهم البلاد معنا ساعات ناس
كان يحب يحط لك هكر على الحكايه هذه ونجم زاد فنان ولا مثقف ولا استاذ يحكي مثلا مش مواضيع هكر كذا. انا خليني نحكي باش ما توليش المرحله كنت موجود فيها لانه كذا وكذا. خلينا نحكي على الوزاره لكن ماذا بينا نقيموها. لا لا, لا انا باش نقيم لانه هذا موضوع ما حكيتش فيه وهذه فرصه لا كيف حتى نصارحوا توانسه بما حدث خليفه الشيبان. كيف تضمن حياد وزاره الداخليه؟ المعادله سهله, ماهوش باش تجيب لها واحد مستقل ولا محايد, خاطر المستقل والمحايد في الفضامه ماهوش موجود في الواقع. كلمه الحياد والمستقل الذي واحد باش تعطيه امبوست بوليتيك راهو ماهوش باش يكون محايد, معناها على القليله بنسبه 100%. الحياد كيفاش يضمن في الدول الديمقراطيه؟ احنا ما تجربوا منها ولا الوزاره هذه اليوم بالمختصر المفيد تحبها تكون محايده اضبطها بالقانون. الدول الديمقراطيه سي طارق يقول لك مالك ولا ما عليك كوزير, وما عنديش مشكله تكون مسيس راه, لانك تبدا مسيس وانت مضبوط بالقانون اعمل اللي تحب سي محمد, لانه انت كوزير هاي مهامك وين تبدا, هاي وين توف, هاي علاقتك بالمجتمع المدني, هاي علاقتك بالصحافه, هاي علاقتك بالمعلومه, هاي علاقتك بمنظوري. ما جناش على نفسه لطفي ابراهيم فاش جنا بزيارته للسعوديه؟ لا لا موضوع بمشاكله مع نقابه صحفيين بعلاقته المتوتره وما فيهاش دفء بحاله. خلينا نكمل لك الموضوع هذا وتنرجع لك خاطر انا كنت موجود معاه في الفتره دي كان نجم نجاوب عليه. الموضوع نتاع وزاره الداخليه, الموضوع نتاع التعيينات زاد انا قلتها في تلفزه خاصه, اليوم تعمل كارير تكمله كامل ما تعرفش وقتاش تولي مدير وقتاش تولي مدير عام, ما عندكش كارير دو بروفيل معنا, نجم يجي واحد بعدك يعني التعيينات تقوم على الولاء اليوم مش على الكفاءه. في اكثرها, في اكثرها معنا مثلا مش لشكون. لا لا لا, لا, لا الولاء, الولاء في المطلق لأحزاب سياسية. لا مانيش نحكي على الاشخاص, مانيش نحكي على اليوم. وزاره الداخليه ملي توجدت, ملي توجدت وزاره الداخليه خدمت فيها ما قبل الثوره وما بعد الثوره, هي الولاء مش الكفاءه معنا, معروفه هذه يعرفوها الامنيين الكل كي تحكي لهم من برا يقول لك راهي بالولاء من غير ما ندخل موالي لزيد ولا العمر. انا قلت لك دخلت لي كارير كامل ماذا بيك نبدا لهنا, يقول لي سي خليفه راك باش تولي مدير بعد كذا, باش تولي كهيئه مدير بعد كذا, نجم تولي مدير بعد كذا. ما تسمعهاش هذه, نجم يجي واحد بعد واحد ب 20 سنه ياخذ قبله هو خط. خلينا من الموضوع يعني نجم واحد يعمل كارير 30 سنه, واحد عنده كارير 10 سنين يترقى ويفوت. موجوده يعرفوها الامنيين اخرج يسموا لك بالاسماء لبرا موجوده هذه تعرفها تكون. حكايه الكفاءه في تونس راهي ولا الموالات تتوسع الكل يعرفها. يعني الكفاءه جريمه ولات؟ لا الكفاءه تحاسب عليها, لانك انت ساعات يلزمك تكون عندك امور معينه, انت ساعات يصدروا لك حتى شخصيتك معنا. انا قلتها راني في بلاتوات الكلام هذا وانا موجود في وزاره الداخليه. انت اليوم تكون راجل وتكون نظيف وتكون تخدم البلاد تقصفك المنصات من كل بلاص. علاش تمت وقصفنا ذباب الالكتروني بعد غد الاطاحه بكم اخي؟ لا ما طاحش بينا, انا ساعه راني قدمت استقالتي باش نبدا وضحي داكوردو, ولكنك رحلت لانه لا لا قالت لطفي ابراهيم. لا لا لو واصل لطفي ابراهيم لما كنت الى حد الان في خطه الناطق الرسمي باسم وزاره الداخليه. لا انا هاني نقول لك سر من اليوم قبل ما يشوف شهرين ما حبيتش نجي معاه, ومن الحرس ما حبيتش نجي معاه, هاني نقولها اليوم سكوب. انا من الحرس ما حبيتش كنت متردد يعني؟ لا لا ما عينيش مش متردد, انا ما نترددش في حياتي, ما خدتش قرارات نتردد فيها, انا باش نخدم الوطن ونخدم مشروع. شنو صار مع لطفي ابراهيم؟ لا اللي صار مع لطفي ابراهيم هي ساعه الدوله مش هي ساعه. خلينا نفهموا ريت احنا مش متناوين ولا انت وقت ما تنقلش وزاره الداخليه من جهاز الى مؤسسه نولي ونحكيوا على اشخاص, احنا ما اسسناش حاجه. لانه رئيس الجمهوريه الباجي قايد سبسي تحدث في حوار تلفزي وقال انه اقاله لطفي ابراهيم والتحويرات اللي تمت في وزاره الداخليه اثرت على جهودنا في الحرب على الارهاب. هذه قراءه, انا ثم حاجه اخرى وقت اللي تغير اي شخص نحكيوا على القائد الاعلى لقوات المسلحه ورئيس مجلس الامن القومي. انا شنو اللي نقول؟ نقول كي تغير ناس كانت تخدم برر علاش غيرته وكه, من غير ما ندخل في المهاترات. انت حبيت تنحي محمد ولا حبيت تنحي طارق, انت كي نحيت مجموعه كانت تقوم بدور قول علاش نحيتها وكه. ولو اني انا راني اليوم زاد وليت نشوف في حوايج ما ريتهاش في حتى دوله. قول لي شنو تعيينات تعينها في ادارات خاصه في مواقع خاصه في اجهزه مختصه في البلاد تخرج تلقاها في وسائل الاعلام في التواصل الاجتماعي ما تلقاهاش. راهو اليوم في فرنسا مدير الاستعلامات وقتاش تعين ولا هبطره حتى في الريد الرسمي هبطش اليوم قاعدين نراو فيها الحكايه هذه. انا اللي حبيت نقول لك انك الوزاره هذه تحب تحصنها حصنها. تم اختراق للوزاره اليوم؟ لا ما نعرفش, انا اختراقات ما نعرفهاش, انا شخصيا ما نعرفهاش. انا ما نحبش نحكي على موازي. موازي شنو بمفهوم ثم امن اخر قائم الذات؟ يمكن ثم قرار. انا ديما نحكي على كل حاجه قرار خاص بالمؤسسه الامنيه وقرار سياسي يسرب الى وزاره الداخليه بالتعليمات. هذا شنو معناها الامن الموازي؟ راه مش جايبين بعضهم على جنب شويه شرطه. انا 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 وقال سي محمد انا راني هاني نحكي تو على المباشر. انا راني قدمت استقالتي, انا راني نكون ناطق رسمي وفي اعتقادي انا الوحيد اللي جمعت بين الصفه الامنيه والصفه الاعلاميه كانسان اكاديمي موجود. انا الوحيد اللي نهضت حتى بخطيه صغيره في تبديل الخطاب الامني في التعاطي مع العباد وعندنا اخطاء وعندنا كذا, لكن انا زاده مانيش ناطق باسم الوزير, انا ناطق باسم وزاره
والدليل على ذلك فترته هو أقل فترة هبطنا تصاور ونشاط ليه موجود هو. وأنا ما نحب نكون كذا، أنا نخدم مع إنسان ما نخدمش عند إنسان. اليوم في تونس العقلية السيدة أنك تخدم عنده، ما نخدمش شكل من أشكال العبودية. لا لا ما نخدمش عند إنسان، أنا في حياتي كاملة في كاريري كامل نخدم مع إنسان يكون رئيسي أحترمه ومنضبط، أما نخدم عنده نعم. علاش استقلت مادام تخدم في الدولة أنت؟ علاش مشيت؟ لا لأنه هاني نقول لك علاش. لا نجاوبك، لأنك أنت كي تخدم ناطق رسمي تعرف هذا أنت سي محمد، يلزم تكون ثم علاقة أنتين بينك وبين متعامل معه، لازم ثم نوع من التكامل النفسي. أنت كي تخدم مع واحد بعلاقة وظيفية هذه الأحداث ما تشاورش طارق، تصير الأربعة تصير الثلاثة تصير الخمسة تصير الستة، إذا ما تخدمش مع رئيس تبدأ بينك وبين الواحد الآخر ما تنجمش حتى مش راني ما نحكيش على زيد ولا على عمر، ثم طبيعة علاقة إنسانية تخلي خط مفتوحة معاه، معنى هذيك هي الحكاية. هل تفعل لطفي إبراهيم ضريبة توجس حركة النهضة منه؟ لا ما نعرفش أنا أخي، وأنا حركة النهضة كي مشى في مجلس النواب ما صوتت له، كيفاش توجست منه؟ صوتت ليوسف شاد، صوتت ليوسف شاد. لا هو كي مشى عرض، ما نعرفش أنا هو كي عرض كوزير داخلية، ما هو ب 140 ولا ب 142، هل أنت تقرأ تو في التأويلات؟ أنا نحكي لك في الوقائع. من شو فهم في الوقائع؟ شو صار؟ لا في الواقع صوتت عليه بعد هو. هل كان فما خلاف بين يوسف الشاهد ولطفي إبراهيم؟ والله ما أنا سبب ما في إقالته وفي تحويرات كبرى لأسماء تحسبت على حقبة لطفي إبراهيم. ما أنا ما نعرفش في الموضوع هذا ما نعرفوش. أنا اللي نعرف أنه تقنيا أمنيا الرجل هو ولد المؤسسة الأمنية، قام بأدوار ثم نجاحات كانت موجودة في الحرس، وقلتها أنه جاء من الحرس رأوا نتيجة نجاحات، ما جاش نتيجة ولا حد، ولكن اليوم لكن نجاحات هذه فما شكون يشكك فيه؟ فما بعض الناس اللي راه عمليه المنيه مثلا عمليه مفبركه. لا هما شككوا في كل شيء، هما قالوا حتى الرئيس المركز الله يرحمه وشهداء وشهدانا الكل كان يجمع في الكنوز، وقالوا زاد العمل الارهابي في 2013 و2014 فزاع يستعمل فيها البوليس السياسي بتاع بن علي. لا كتب على قوى في تونس رياضه مش يوميه، صباحا ومساء ونهار لحد وفي الجور في ريو تعب ما تقعد واقف هكاك. انا اش قلت لك رانا مانيش موحدين ذو تجاه الارهاب. هناك من يشكك وهناك من يقزم وهناك من يدخل في ثم طابور خامس للارهاب اليوم عايش بيناتنا. أنا قاعد نرى فيها وفي مواقع التواصل الاجتماعي كل نرى فيه. أنت وقت اللي اليوم إرهابية كمن هذه يقولوا نعدها من بين الشهداء ويستشهد لك أنت واحد من الأمن يقولوا هذا يبيه علي، هذه نرى فيه نتسموا فيه شنو ما هذه؟ وين الدولة وين القضاء؟ هذا سؤال يسأل إلى رجال الدولة. أنا تو مواطن تونسي نعيش في صفوف أنا في شارع الدولة هذه. يعني ننتظر أنه تصير تكوين ملفات وإحالات قضائية على قاعدة ما ينشر الآن في من تفاعلات مع العمليه الارهابيه تجيد الارهاب. هذا يلقى هذا القضاء يقوم به. لكن وقع وقع انا قلت لك هو جبت لي قال لي ثم من ضدنا، قلت له موجوده في مواقع التواصل الاجتماعي. انت ما زالت شهداء، انت ما زالت شهداء موجوده بالعشرات موجوده. ثم شكون وقع ايقافه في العمليه هذه نتيجه التمجيد؟ انا راني جاوبت على سؤال محمد وقت اللي قال لي يا اخي ثم من بيناتنا موجودين، ما بينات موجودين احنا في الاغلب موحدين، لكن مانيش موحدين يا اخي. مو ثم التشكيك في العمليات يتم التشكيك فيه وعبادة تموت معنا حتى احتراما وصلنا رانا وين في اعتقادي اليوم الأقليات اليوم 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 في اعتقادي شكون وراها الأقليات شكون وراها والله أنا ما نجمش نجزم بها خطر تحب لها بحث. أنا اليوم في اعتقادي المشكل في تونس في اعتقادي المشكل في تونس بغض النظر على البلايس وعلى البلايس كل ثم مشكل أخلاقي في البلاد اللي هو أساسي اليوم ثم مشكل قيمي وأخلاقي في تونس. هل اللي ترى فيه ونرى فيه واللي هبطنا له بالخطاب هذا هو مشكل أخلاقي. المشكل الثاني زاد عندنا مشكل لازمنا نعالجوهم تاع قياده. كي نحكي قياده في البلايص كل مشكل كان في المؤسسه الامنيه ثم مشكل تاع قياده لازم تفركس على قائد. اي انت اليوم انا عشت في تجربه في مؤسسه واعتقد تونس الكل راهو زاد نهار اللي تشد بعضها ما تفضش الامور تدبر راسك وريقل امورك وعينك ميزانك وكذا تفضل شكل الامور. اليوم لازمك تفركس على قائد والقائد راهو مش ما عنده منصب مسؤول، القائد فيه صفات كلها ليدرشيب مش قائد اليوم. لا لا انا ما نقيموش، انا نحكي على في المطلق احنا اليوم في حاجه الى قياده. دونك يوسف شي حاجه مش قيادة. لا 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 نحكي هذا ما فهمته انا على الاقل. لا 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 انا قلت لك البلاد في كافه المواقع بما فيها في المؤسسه الامنيه لا تقولني فيما يقول خاطر ساعات قاعد نشوف في مختلف البلايص ناس تنقصها الكومبيتونس تنقصها القياده كفا. تنقصها اتخاذ القرار. نحكي في البلايص الكل بما فيهم في المؤسسه الامنيه هذاك شعتاك الانتخابات هذه من هذيك انا نحكي في انا نحكي في انا نحكي بصوره وطنيه هذه ناس منتخبه اولا وعينت من والامور والامور نتاع الكفاءه والقياده الباز نتاعها هو المشكل الاخلاقي اليوم في تونس. واضح. اليوم احنا نسبوا في بعضنا نسجلوا في نقاط على بعضنا رانا يلزمنا نمنعوا الشقف هذا كامل نتاع تونس على الاقل السبان وهذي الاساليب ما نتطلعوهاش في الديوان فام وفي لا 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 نحكي سي محمد وانت قاعد رفيع. خليفه الشيباني قبل ما نختم البرنامج تحدثت في اول الحصه على انه فما خيارات عديده ما تروح عليك، قلت انك الان اخترت التقاعد وخرجت التقاعد، هل كان هذا اختياري ام اضطراري وهل يتجه خليفه الشيباني نحو تجربه سياسيه؟ لا انا اختياري لاني
يعني في اعتقادي قمت بواجبي في المؤسسة هذه ولي من المؤهلات التي تؤهلني باش ناخذ اختيار آخر في حياتي. اللي هو لا تنقل لك عليه في وقته. تجربة سياسية ممكنة جمعيتية ما, ما عنديش حاجة واضحة معناها في مخي باش نقوم بدور معناها. أنا عرضت عليك بحزب سياسي؟ لا. صحيحة المعلومة هذه؟ لا. تفكر ربما في يوم من الأيام تخوض تجربة حزبية؟ ربما. مطروح؟ مطروح ما هيش مؤكدة لكن مطروح. نجم تخوض تجربة انتخابية خليفة الشيباني؟ إذا كان ندخل في تجربة حزبية بالضرورة باش الأحزاب وجدت لكي تحكم. يعني نجم نشوفوك في حزب سياسي وتدخل انتخابات تشريعية مثلا؟ هذا قلت لك من الإمكانيات الموجودة. كما زادت همني أنا باش نكون في مركز متاع دراسات أمنية وعندي عندي برشة توجهات معنا عندي برشة ما نجمش نجزم بقرار لكن كل خيارات تكون مفتوحة معنا. الحزب اللي ممكن تكون قريب ليه على اليمين أم على اليسار؟ لا لا واضح في مخي أما نجمش نقولك عليه. حزب حداثي أم حزب محافظ؟ مانيش باش نجاوبك أصلا عليه أنا ما نجاوبكش عليه. حزب في الحكومة الحالية في الائتلاف؟ لا مانيش باش نجاوبك عليه في الحكومة ولا في غير في الحكومة. أنا راني إذا كان باش نقوم مانيش نفركس على موقع وابحث عن دور الدور نخدم به البلاد داكوردو والدور هذا زاد ما يقلقنيش حتى كان ما نعملش ندخل في هذا كشف الحقائق دور كشف الحقائق دور ممكن يكون فما مذكرات لتجربتك تلخص فيها تجربتك في الحرس الوطني وفي وزارة الداخلية مع لطفي ابراهام؟ لا لا في وزارة الداخلية انا ما كنتش مع شخص ما كنتش مع وزير انا كنت مع وزارة ما. انا تهمني وزارة الداخلية. ممكن تكتب مذكرات انا حتى لو كان جاني واحد اخر باش نبداو متفاهمين بخلاف لطفي ابراهام في الوزارة قال لي تكون ناطق رسمي يكون ناطق رسمي فيها اذا كان قناعاتي تتلائم. عندك فكرة كتابة مذكرات أم لا؟ أكيد تاريخ لهذه التجربة. أكيد باش نكتب. وقتاش؟ ما تبطاش برشا. كل الشكر ليك العميد خليفة الشيباني الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية. نعرف ما برشا مسائل ربما تتجنب الحديث حولها. كل الشكر أيضا لطارق السعيدي زميلنا الصحفي بجريدة الشعب. كنكون وصلنا لختيمة هذا العدد من برنامج هنا تونس. غدوة يتجدد الموعد إن شاء الله بارتير من نص النهار. محمد اليوسفي وكامل الفريق يسلم عليكم ويقول لكم إن شاء الله تونس غدوة خير. هنا تونس.